على مقعدين عاشرا حزب الحرية والعدالة تحصل على مقعدين، 11 حزب الفجر الجديد تحصل على مقعدين، 12 حزب جبهة الجزائر الجديدة تحصل على مقعد واحد، 13 حزب الكرامة تحصل على مقعد واحد، و 14 حزب جيل جديد تحصل على مقعد واحد. شرفي أكد أن المجلس الشعبي الوطني القادم سيكون مميزا بتركيبته المتكونة من عنصري الشباب والمرأة. هذا البرلمان الذي رسمت معالمه بكل حرية وشفافية من قبل الشعب، ينتظر منه أن يسجل للتاريخ الحوكمة الجديدة للبلاد وفق مقاربة المصلحة الوطنية وبكل تجانس مع التطلعات الحقيقية للناخبين الذين منحوه كل ثقتهم. في هذا الشأن إن برلماننا يستفيد مبدئيا من ثقة ومصداقية معلنة إيجابية مبنية على أسس تركيبته المتميزة لأول مرة والمشكلة من معايير جماعية وفردية قانونية سمحت بظهور بوادر مجلس شعبي وطني مشكل من أغلبية من الشباب والنساء وكذا الجامعيين. ضف إلى ذلك يلاحظ من خلال تقييم أولي بأن تطبيق النظام الانتخابي الجديد سمح بتعديل نمط التمثيل الشعبي على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، ما يستوجب في نظرنا دراسة معمقة واستخلاص للعبرة الناجمة عن ذلك. كما أشاد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتزام السيد رئيس الجمهورية من خلال حله للمجلس الشعبي الوطني وإرسائه لأحد أهم أسس بناء الجزائر الجديدة كما أرادها الشعب. إن قرار السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية بحل البرلمان وتنظيم انتخابات مسبقة لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني جاء تجسيدا لبرنامجه الانتخابي وضمان لمسعى بناء أسس الجزائر الجديدة. الجزائر الجديدة تمضي قدما في بناء مؤسساتها وأبناؤها البررة يضعون لبنتها الثانية في مسار التغيير الذي اختاره الشعب من خلال انتخابهم على من يمثله في المجلس الشعبي الوطني، حيث سيقع على عاتق هؤلاء النواب الذين سيختارهم الشعب مسؤولية التمثيل والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين ظروف معيشتهم من خلال سن قوانين الجزائر الجديدة في كنف الديمقراطية. أكد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في محاولة تضليلية مفضوحة نشر الموقع الإلكتروني لمجلة جنف خيك أمس الثلاثاء 15 جوان 2021 مقالا تحت عنوان سعيد شنقريحة في مهمة سرية بباريس لمناقشة قضية الساحل. إن وزارة الدفاع الوطني تكذب قطعيا هذه الافتراءات التي جاءت بها هذه المجلة المعروفة بتوجهاتها التي تخدم جهات معادية
للجزائر، وتؤكد أن هذه الأخبار الكاذبة ما هي إلا محاولة يائسة تهدف للتأثير على الرأي العام، خاصة في المناسبات والمحطات الوطنية الحاسمة التي تشهدها بلادنا. بهذا الصدد تؤكد وزارة الدفاع الوطني أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وتعلم لمن يهمهم الأمر أن السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لم يخفي أبدا تحركاته ونشاطاته داخل وخارج الوطن. وبالعودة إلى تشريعيات عاش التلفزيون الجزائري جانبا من الأجواء التي سادت مقر بعض الأحزاب السياسية أثناء الإعلان عن النتائج المؤقتة للتشريعيات، نتابع. توجه بهذه اللحظات إلى بالشكر إلى الشعب الجزائري الذي أثبت وعيه وقدرته رغم المناورات التي كانت تحاك ضد إجراء انتخابات في موعدها. كما أتوجه بالشكر إلى السيد رئيس الجمهورية القاضي الأول وحامي الدستور على وفائه بوعده بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تحت من تنظيم السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات. إني أمد يدي إلى كل أخوات والإخوة ونذهب جميعا بحول الله لي في عملية البناء المؤسساتي والعمل لصالح هذا الشعب. ثم اعتمادهم من القانون لأن ذلك أمر كامل. حزب التجمع الوطني الديمقراطي احنا كتجمع وطني ديمقراطي نعتز ونفتخر بالنتيجه اللي حققوها مناضلي التجمع الوطني الديمقراطي، كذلك نبارك لكل نوابنا اللي تم وضع الثقه فيهم. الشيء اللي نقدر اليوم نقوله ان التجمع الوطني الديمقراطي نال المرتبه الثالثه كحزب سياسي، كقوه سياسيه في الاحزاب السياسيه القوه الثالثه، وهو اليوم كما يقال على عند الرياضيين سور لو بوديوم، يعني هذا ما جاش من فراغ، وحنا نعتز بهذه النتيجه لانها نتيجه منطقيه حقيقيه، دينا حقنا يعني وديناه بكل جداره وبكل استحقاق بدون اي شوائب تشوبه. مجلس ما يستوجب في نظرنا الذي انتخابات شرعية تأتي في مرحلة جديدة، في تشريعات جديدة، في إطار دستور جديد. الشكر موصول إلى مناضلي ومترشحي جبهة المستقبل على التفافهم بهذا الحزب ودخولهم هذا المعترك وهذه التشريعيات من أجل بناء مؤسسات قوية لجزائر جديدة، جزائر قوية. الشكر موصول لكل وسائل الإعلام على الاحترافية. التقديم المباشر جاء تجسيدا لبرنامجه كممثل حسب كل ولاية ووضع 12 حزب جيل جديد تحصل على الغرب. حركة البناء الوطني اليوم تنتقل من مرحلة 6 مقاعد إلى مضاعفة نتائجها في البرلمان ب5 أو 6 أضعاف، وهذا نعتبره احتضان حقيقي من الشعب الجزائري لحركة فتية، حركة دخلت غمار هذا المسار رغم الصعوبات، تحملت فيه مسؤولية كبيرة، استطاعت أن تنتشر بسرعة وأن تترشح في كل الدوائر الانتخابية في الداخل وفي الخارج.
وبمجرد الإعلان عن النتائج المؤقتة للتشريعيات يشرع المجلس الدستوري في المرحلة استقبال الطعون على مستوى المجلس بكل شفافية وحياد ونزاهة، الأمر الذي تم تدارسه خلال يوم إعلامي نظم بمقر المجلس الدستوري بإشراف رئيس المجلس كمال فنيش، وحضره عن التلفزيون محمد رضا بوزيان. بعد استلام محاضر الدوائر الانتخابية يشرع المجلس الدستوري في مراقبتها يدويا وآليا لضبطها تحسبا لاستقبال الطعون فور إعلان النتائج المؤقتة لتشريعية 12 جوان 2021. المادة 191 تنص صراحة بأن المجلس الدستوري هو اللي على كل حال يسهر عن الانتخابات الرئاسية التشريعية والاستفتاء ويعلن عن النتائج النهائية بعدما يفصل في الطعون إذا كان هناك طعون. إيداع الطعون يكون خلال 48 ساعة في شكل عريضة مرفقة بأدلة موضوع الطعن، ليقوم أعضاء المجلس الدستوري بالتحقيق وإبلاغ الطرف المطعون فيه، ليصدر المجلس في الختام مشروع قرار يبين نتائج التحقيق، وهذا خلال 10 أيام. الإنسان اللي يرفع طعن ليس بمجرد طلب فقط، وإنما لازم تكون في شكل شروط متوفرة للاسم واللقب والعنوان والصفة، واللي يدعو ثانيا يكون مؤهل قانونيا، وفي الموضوع لازم ثاني كذلك يقدم الحجج ويبين في ماذا يتمثل هذاك الخرق أو الاعتداء على حقوقه. ولضمان السير الحسن لهذه العملية سخر المجلس الدستوري 500 مؤطر بين أعضاء المجلس وقضاة وإداريين. شارك أمس وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم بالعاصمة القطرية الدوحة في أشغال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، وأكد اجتماع اللجنة الوزارية العربية للتحرك لوضع حد للإجراءات الجائرة في حق الفلسطينيين خاصة في مدينة القدس المحتلة. إلى جانب ذلك شارك الوزير في أشغال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية لبحث مستجدات قضية سد النهضة. وقد ناقش الاجتماع التشاوري مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية وسبل الكفيلة بإعطاء نفس جديد للعمل العربي المشترك في سبيل رفع التحديات المفروضة على الدول العربية سياسيا وأمنيا واقتصاديا. وفي هذا الإطار ذكر وزير الشؤون الخارجية بمواقف الجزائر الثابتة حول مختلف الأزمات التي تهدد استقرار المنطقة، مشددا على ضرورة الإسراع في معالجة ملف إصلاح جامعة الدول العربية وإحياء روح التضامن العربي والعمل على إعادة بعث مشروع التكامل الاقتصادي العربي. ومن جانب آخر انصبت أشغال ودورة غير العادية لمجلس الجامعة على دراسة آخر التطورات في ملف سد النهضة الإثيوبي على ضوء الإحاطات المقدمة من قبل جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان. وسجل المشاركون بقلق كبير غياب أي تقدم في المفاوضات بين الأطرافية المعنية برعاية الاتحاد الإفريقي حول قواعد ملء وتشغيل هذا السد، مطالبين بضرورة تكثيف الجهود لتغليب المنطق الحكمة ومعالجة هذه الأزمة وفقا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة. وعلى هامش هذه الاجتماعات عقد صبري بوقدوم عدة لقاءات ثنائية مع وزرائه العرب، خاصة وزراء خارجية كل من مصر، قطر، العراق، الكويت وفلسطين، حيث تناولوا خلالها آفاق تعزيز العلاقات الثنائية فضلا عن التشاور حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وزير الخارجية تبادل أيضا بالمناسبة مع نائبة الوزير الأول وزيرة الخارجية وزيرة الدفاع اللبنانية وجهة النظر حول الكثير من القضايا الدولية والإقليمية. بوقدوم وفي لقاء مع وزيرة خارجية السودان تطرق إلى قضايا ذات اهتمام مشترك وكذا العلاقات الجزائرية السودانية. كما كان لوزير الخارجية لقاء مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية، حيث تم التباحث حول قضايا عربية وإقليمية راهنة. بوقدوم تباحث أيضا مع وزير الخارجية التونسي مجمل القضايا التي تهم البلدين والوضع الإقليمي عموما. كما تباحث وزير الخارجية صبري بوقدوم مع الأمين العام
لجامعة الدول العربية مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية. كما شارك أمس وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بالحيمر في أشغال الدورة 13 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، والذي خصص لمناقشة مشروع جدول أعمال الدورة 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب المقرر عقده اليوم الأربعاء بالقاهرة. الدورة الوزارية للمكتب التنفيذي تكتسي أهمية خاصة في سياق التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية التي تتصدر مشروع جدول أعمال المناقشات، خاصة ما تعلق بالاستراتيجية الإعلامية العربية وخطة التحرك الإعلامي العربي بالخارج والالتزام والتضامن بين مختلف مكونات وروافد الجسم الإعلامي العربي. وعلى هامش هذا الاجتماع كانت لوزير الاتصال لقاءات مع عدد من ندرائه العرب. نمر الآن إلى الحدث التربوي. أزيد من 641 ألف مترشح عبر الوطن شرعوا أمس في اجتياز امتحانات شهادتي التعليم المتوسط دورة جوان 2021 في ظروف صحية استثنائية بسبب تفشي فيروس كورونا. الانطلاق الرسمي للامتحانات أشرف عليها الأمين العام لوزارة التربية الوطنية من برج بارديج، والمتابعة لسعد بلونس. انطلقت بولاية برج بوعريريج فعاليات إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط في ظل إجراءات تنظيمية محكمة وأخرى صحية صارمة. يأتي تنظيم هذه الدورة بعد نهاية موسم دراسي، أقل ما يقال عنه موسم دراسي استثنائي وكذلك صعب بالنظر للوضع الوبائي الذي ميز هذه السنة الدراسية. بعدها حل الصمت بقاعات الامتحان بمختلف مراكز الإجراء الضروري للتركيز، وكل الممتحنين يحدهم الأمل في النجاح. كانت الأسئلة في مستوى الجامعة يعني ما هوش واعرين، ثم الإعراب كان ثم يقدروا يجيبوا فيه أغلب التلاميذ. الأسئلة كانت بالنسبة لنا مليحة سهلة، لا السوجي ثاني مليح كلش سهل. أتمنى لهم التوفيق والنجاح. محطة ثانية في سلسلة امتحانات نهاية السنة بعد سنة ملؤها الجد عرفتها مختلف المؤسسات وبجميع الأطوار. كما شرع أمس أزيد من 4000 نزيل بالمؤسسات العقابية في اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط، حيث أشرف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج سعيد زرب على انطلاق الامتحانات من مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بتيارت. الآن وفي تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، سجلت 373 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسع وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل للشفاء 261 مريضا حسب ما كشفت عنه أمس وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها. وفي الشأن نفسه، ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في العالم ارتفع إلى 176,207,960 حالة عبر العالم.
ودوليا. أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك السفير سفيان ميموني أمس أن الصحراء الغربية كانت ولا تزال قضية تصفية استعمار، وأن الحل الوحيد لتصفية هذا الاستعمار هو تنظيم استفتاء تقريري المصير. وشدد السفير سفيان ميموني في خطابه أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة بتصفية الاستعمار على أنه لا يمكن لسياسات فرض الأمر الواقع ولا لمحاولات تغيير التركيبة الديمغرافية لسكان الصحراء الغربية ولا لأي إعلان أو إجراء أحادي إعادة كتابة الحقائق أو التأثير قانونا على مبدأ القواعد الآمرة، مؤكدا أن استئناف المفاوضات المباشرة بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو يبقى الطريق الواضح لتحقيق حل عادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية، حاثا الأمم المتحدة على الإسراع في تعيين مبعوث شخصي إلى المنطقة لإعادة بعث المفاوضات بين الطرفين. ميدانيا، شنت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة ومركزة استهدفت جحور وتخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من الجدار الرابلي حسب ما أفاد به البيان العسكري رقم 219. قامت أمس قوات الاحتلال الصهيوني بالاعتداء على شبان فلسطينيين في ساحة باب العمود، وحاولت إخلاءهم من المنطقة بقوة قبيل بدء ما يسمى بمسيرة الأعلام للمستوطنين المقررة في القدس المحتلة. عربي جلال. مشهد من الاحتقان الشديد والعنف الذي رسمت تفاصيله شرطة الاحتلال الإسرائيلي وهي تحمي الاعتداء السافر الذي يقترفه المستوطنون على مقدسات المسلمين في مسيرة استفزازية أطلق عليها مسيرة الأعلام. عشرات المستوطنين يقتحمون ساحة باب العمود وباحات المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أجلى الشبان الفلسطينيين الذين تجمعوا لمنع المسيرة واعتدى عليهم بالضرب المبرح ما خلف العديد من المصابين، كما أقدم على اعتقال الكثير منهم في القدس وبيت لحم ناصبا الحواجز الحديدية لتحصين المنطقة من الدخول والخروج. وأغلقت الشرطة باب الساهرة القريب وانتشرت في مختلف الشوارع والأزقة المؤدية إلى باب العمود، وخوفا من أي رد فعل من المقاومة الفلسطينية أقدمت سلطات الاحتلال على نشر بطاريات القبة الحديدية تحسبا لوابل الصواريخ الذي قد ينهال عليها من القطاع. ليس بإمكان مسيرة الأعلام ولا المستوطنين أن يغيروا الوجه الفلسطيني للقدس المدينة العربية والإنسانية، إنه التحدي الذي رفعه الفلسطينيون ومن ورائهم فصائل المقاومة قاطبة التي دعت إلى النفير العام والاحتشاد في مسيرة صاحب الحق زحفا نحو القدس لإيقاف قطعان الاحتلال الضالة. نطالب فصائل مقاومتنا الباسلة بالتحرك العاجل على كل الأصعدة لإيقاف هذا العدوان وهذا التغول الصهيوني على المسجد الأقصى ومدينة القدس. في شوارع البلدة القديمة وفي ساحاتها العامة وقفوا صفا واحدا في يوم الرباط والغضب. جيت عشان أوقف مع أهلي، مع الشباب المقدسيين، عشان مسيرة الأعلام اليهودية ما تمرش، لأن إحنا عم نعيش كتير وضع صعب بالقدس بالنسبة للاستيطان ولإقامة المستوطنات، وإسرائيل بدها تعمل اللي بدها إياه هي. يعني إحنا هاي بلدنا، هذه قدسنا، هذا شارعنا، هذا لإلنا. ولأنها الحقيقة التي يريد المحتل طمسها، فإنه مهما رفعت الأعلام غريبة غربة المحتل العابر، فإن الأرض تعرف أهلها وتعرف رايتهم. هذا وأعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد شاب من بيت حنون شمالي قطاع غزة متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها خلال العدوان الصهيوني الأخير على القطاع. إذن إلى هنا مشاهدينا الكرام نأتي إلى ختام النشرة، شكرا لكم على كرم المتابعة والوفاء، تقبلوا تحياتي وتحية فريق العمل التقني والتحرير، ألقاكم بخير، إلى اللقاء.